اهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناه النهار الجديد في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم حديث النهار. برنامجنا النهارده هيتكلم على الشغف في حياتك، يعني ايه ان انت تكون محدد هدف وهدفك ده يصطحب معاه شغف. شغفك ان انت في حاجه معينه بتحبها بس ما تستفادش بيها لوحدك، لا انت كمان تقرر ان انت تخلي غيرك يستفاد بيها. الحقيقه ضيفتي النهارده استاذه دينا واعر، قررت ان هي توظف شغفها في مساعدة نفسها وغيرها. قررت ان هي تعمل جروب على الفيسبوك انه دايما تتابع فيه كل العروض اللي موجودة في كل مكان، ومش بس هي اللي تستفاد بيها، لا كمان تخلي غيرها يستفاد بيها. هنطلع فاصل ونرجع نتعرف على ضيفتنا ونعرف ايه حكاية الجروب ونعرف يعني ايه قدرت ان هي تساعد نفسها وتساعد غيرها.